عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي هذه أنوارها كلمات الذكر تهدي فاحتفي خذ من القرآن فهما صافيا وتعرف منه ما لم تعرفي حمل القرآن بشراك فقد نلت في الدارين سهم الشرف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مقرئ الأردن. في حلقة الأمس بدأنا في الدور الثاني في التصفيات، كان قد تأهل معنا من قبل 38 متسابق، نحن الآن في حلقاتنا من أصل 36 تأهلوا معنا، نحن الآن في حلقاتنا نريد أن نصل إلى أن يكون المتأهلون معنا 18 متسابق من متسابقينا. في حلقتنا الأمس استمعنا إلى 6 من فرساننا، اليوم أيضا سيكون معنا 6 من فرساننا في مسابقتنا هذه، نستمع إلى تلاواتهم. أرحب بكم أعزائي المشاهدين وأرحب بمتسابقينا وأرحب بأعضاء لجنتنا الدائمة الشيخ علاء القيسي، أهلا وسهلا بكم. مرحبا. دكتور صبحي مرحبا. مرحبا. والدكتور محمد خالد منصور أهلا وسهلا. ومع متسابقنا في حلقتنا لهذا اليوم الأخ خليل عليان، نستمع إلى تلاوته. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أخي خليل. حياك الله، أهلا وسهلا بك. كم كانت علامتك في الجولة الأولى؟ 75. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا أخي خليل على هذه التلاوة الطيبة المباركة،
ونبدأ مع الشيخ علاء، وأنا أراك مسرورا من قراءتك. ما شاء الله الشيخ خليل اليوم متألق متألق جدا يعني بالفصاحة ما شاء الله وحسن الأداء والترنمات الحلوة والطلوع والميانات. ناخذ شوية من دكتور صبحي يعني بارك الله يعني ما شاء الله عليك اليوم أقول متألق ويكفي. بارك الله بارك الله فيك. تألقات على تألقات إن شاء الله تعالى. دكتور محمد حفظك الله ما شاء الله ونفع الله بك. أقول عذوبة في الصوت والمخارج والصفات، وهنالك سلاسة واضحة، فالقراءة التي يعني تكون سلسة يعني هي التي تتحقق إذا حققت المخارج والصفات والأحكام يعني مع هذا الحسن يعني الحسن الواضح. لكن سبحان الله يعني نريدك أن تكون دائما أحسن. يعني أستغرب في لما أنك بدأت القراءة وصلت البسملة بما بعدها، لا إشكال وجه من وجوه الأداء أو من وجوه يعني الأداء الصحيح أن تصل البسملة بما بعدها، لكنك لما بدأت أول الآية وقفت عند من نطفة ثم بدأت من نطفة، لا كان أحسن أن تقف بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى ثم تأتي، ولا تحتاج أن تقف هناك، هذه في الوقف والابتداء. فأنا قلت لماذا هنالك دقة في المدود، فاتتك أحيانا بعض المدود، فإذا أنتم إنما أمره يبدو أنه النغم أحيانا والتغني يأخذك. ما شاء الله يعني أداء متقدم، بارك الله فيك. يبدو في المرات القادمة سنستمع إلى أداء أتقن إن شاء الله تعالى. ومع الدكتور صبحي بارك الله بك. أحسنت 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 حقيقة. أنا يعني أحببت هذه القراءة وما شاء الله يعني قرأت مطمئنا، يعني أحسست بالطمأنينة في قراءتك، وصلتني تماما بالحس الذي أردته. يعني هذه أو يعني ما سمعتك أحسن من هذه المرة حقيقة. قرأت واستخدمت صوتك بشكل جيد جدا، بشكل يعني رائع. انتقلت بالدرجات الصوتية من مقام البيات إلى مقام الرصد ثم إلى النهوان، ثم عدت بأمانة الطريق الذي وصلته عدت به بكل أمانة. صوت جميل، صوت مفتوح، ما شاء الله. يعني بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. وبداية جميل حقيقة. نعم. أداء طيب جدا. نعم. يعني أداء طيب، بداية موفقة وبداية قوية، وإن شاء الله تعالى تكون النتيجة أيضا موفقة. نسبة العلامات التي حصلتها أخي خليل من خلال رأي اللجنة كانت على النحو التالي، وأما العلامة النهائية من 100 فكان مجموعك 84%، يعني جاء رقما صحيحا، مع أنه نحن في هذه الحلقات تأتي الأمور أحيانا حتى بالأعشار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد يحيى شرفات، محافظة المفرق. أهلا وسهلا بك، حياك الله أخي محمد. كم كانت علامتك في الجولة؟ 68. 68. طيب الآن مستعد إن شاء الله تعالى؟ إن شاء الله. على بركة الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون
يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بارك الله فيك أخي محمد، أحسن الله إليك على هذه التلاوة. والدكتور صبحي، نعم، أولا البيئة لها علاقة في التأثير على الصوت؟ أكيد أكيد، ولهذا نستمع إلى الأصوات الجبلية والأصوات الحادة، أو يعني الذين يعيشون في الصحراء تتسم أصواتهم بالحدة أكثر من المناطق الجبلية. نعم. لها تأثير، نعم، كما لها تأثير على البشرة. طب زين اللي في المدن أصواتنا شو طبيعتها؟ هي أصواتنا مكتومة ضايعة مكتومة من البناء، لا تصل أصواتنا، ليس لها مدى. ما شاء الله، يعني أحسنت، لكن لي ملاحظة دقيقة ومهمة. تقرأ وكأن الصوت يخرج من أعلى الفم، وأنا أنصحك بأن يدور الصوت في 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 الفم بشكل كامل حتى يعني حتى يصبح أكثر وضوحا أو يكتمل، دعني أقول يكتمل الصوت. قرأت في مقام معين، في درجة صوتية معينة وهي درجة مقام البيات، حاولت الانتقال لكنك لم تنتقل، يعني حاولت أن تنتقل إلى درجات أخرى لكنك كنت تخشى من ذلك وتعود ثانية إلى نفس المقام. يعني قراءة جيدة، لكن أنصحك بأن تتدرب على إخراج الصوت كاملا. شكرا. بارك الله فيك، جزاكم الله خير دكتور محمد. إن شاء الله الأخ الحبيب، الحقيقة يعني هنالك يعني ملحظ واضح بأن التلاوة تحسنت، يعني الحقيقة الأداء الأول الذي يسمعه وسيستمع المشاهد وهذه التلاوة، هذه التلاوة الحقيقة فيها تقدم كبير من حيث أول الخشوع ومن حيث أيضا المخارج جيدة جدا، لا أستطيع أن أقول جيدة، لا جيدة جدا، وفي جيد جدا وفي ممتاز وفي متميز، الوقف الابتداء جيد، فاتتك بعض يعني بعض الأحكام مثل الرحمن مددتها، وهذا خطأ يقع فيه كثير من إخواننا الذين بعد ذلك يعني لفظ الجلالة أو الهاء في لفظ الجلالة، إن الله، لا إن الله، ترقيق باطلة، وهذا يبدو أنه البيئة لها دور، باطلة، وما للظالمين عذاب
كذلك الأو الأبرار الترقيق للهمزة، وقعودا وعلى جنوبهم تركت مثلا الغنة في النهار تركت الغنة النار تركت الغنة، يعني أشياء تنقص هي حقيقة تلاوة جيدة، أداؤك جيد، المدود فيه نقص أحيانا، لكن هذه قضايا هي قضايا إتقانية نريدك أن تنتبه إليها في المرات القادمة إن شاء الله. وكل التوفيق لك إن شاء الله. بارك الله فيكم. وشيخنا الشيخ علاء، الأخ محمد فعلنا اليوم أيضا أقول عليه متألق، صوته يعني مثل ما تفضلت جبلي، فأنا أقول له هل أنت تشرب حليب النوق؟ يعني لأن صوته مجلي تماما، صوتك بعدين من يسمع صوتك ما يقول بهالعمر، ما نص عمرك لما يعني يسمع هذا الصوت ما 14-15 سنة، كم عمرك أنت؟ 33 ما شاء الله، نصف العمر صحيح، بس صوت يعني أداء جيد، فصاحة جيدة، يعني أداء ممتاز. بارك الله فيك. بارك الله فيكم وبارك الله فيك أخي محمد على هذه التلاوة الطيبة المباركة. مجموع النتائج التي حصلتها من خلال رأي اللجنة كانت على النحو التالي: وأما علامتك من 100 فمجموعك 77 وواحد بالعشرة من 100، مبارك لك هذه النتيجة، وإن شاء الله تعالى تكون معنا من المتأهلين. متسابقنا الثالث أحمد شوقي، نستمع إلى قراءته ونتعرف عليها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي أحمد. الله يكرمك. كيف كانت علامتك في المرة الأولى؟ والله 68. 68 معناها يعني التحدي أمامك كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك أخي أحمد على هذه القراءة، قراءة مؤثرة حقيقة. وأبدأ من عند الشيخ علاء. والله يا أحمد فهاي نغمة الصبا مثل ما يسميها الدكتور صبحي، يعني مؤلمة وأحيانا مفرحة، بس عنده كانت مؤلمة قراءة صحيح. حنينة نعم. صوته حنين، بس كان متخوف قليلا، متخوف بس شيء على شيء، يعني فصاحته جيدة لا غبار عليها، الأداء كان جيد يعني، ونترك الباقي على أخوية يعني. بارك الله فيك الدكتور محمد الحبيب، يعني بارك الله فيك وأسأل الله لك التوفيق والهداية لنا وللمشاهدين. الحقيقة الأحكام متوسطة وقد نقول بأنها جيدة، وقعت بعض الهنات في حتى تركيب الحروف، يعني تسقط
يعني ولا رطو ولا رطي. هناك بعض الحروف كانت تحتاج إلى ضبط، وأول قاعدة في التجويد هي أن تفتح المفتوح وتضم المضموم وتكسر المكسور. هذه قضية أساسية تحتاج لعناية. المدود عندك فيها خلل، كتاب مبين، كذلك الذي يتوفاكم زدت في المد الطبيعي، هذه إشكالات ليقضى أجل بما كنتم. لما أنت ختمت قلت تعملون، لا، هذا تطنين النونات لا نريده، هي نون واحدة تعملون. وشكرا لك وإن شاء الله لك كل الله التوفيق. جزاكم الله خير دكتور صبحي. يعني إحساس صحيح، لأنه مقام الصبا يعني هو ابتدأ بالقرار في مقام الصبا، وهناك بعض المقامات الصوتية الأفضل أن تبتدئ مثلا بالدرجة الخامسة منها أو بجواب الدرجة ليظهر بريق المقام أو لتظهر شخصية المقام الصوتي. هذه ناحية. كما تفضل شيخنا، هو يعني كان يعني مقام الصبا بحاجة إلى أن تؤكد المعنى أو تؤكد الأصوات به، تعمق المعنى، لأنه هو أصلا مقام يوحي بطابع من من الحزن أو من الرقة أو من يعني من هذا الشيء. ملاحظة ثانية، يعني النفس بحاجة إلى ضبط أكثر، وهذا مرتبط أيضا بضبط المدود في التلاوة، لكن ما شاء الله عليك يعني جيد. بارك الله فيك، جزاك الله خير. وأنا كنت أتوقع أن تسترسل أيضا أكثر أخي أحمد، وأنت ترسم هذه الصورة الجمالية. كانت نسبة علاماتك على النحو التالي، وأما النتيجة النهائية التي حصلتها فمجموعك كان 75.7%، 75.7%، هذه مجموع علاماتك أخي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أخي عبد الله. الله يحييك. كم كانت علامتك في الجولة الأولى؟ كانت 70. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك أخي عبد الله. يعني وأنا أنظر إلى اللجنة وأرى في عينيك يا شيخنا الشيخ علاء يعني علامات الإعجاب، دائما أنا أخذ رأيي من عينيك أولا. الله يبارك فيك. تفضل. أحسنت عبد الله.
استرسال كان جيد، الفصاحة جيدة، هيئة المقرئ عندك متوفرة 100%. يعني حاولت أن تتألق إلى ما تصبو إليه اللجنة، وكما أنت ترضى عن التلاوة يعني، فالتلاوة جيدة بارك الله فيك. وهناك فرق شاسع بين التلاوة الأولى وهذه التلاوة. الحمد لله، إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك الدكتور صبحي. بارك الله بك، يعني تمتلك خامة صوتية جميلة، وبدأت في مقام أو سلم مقام البيات، ثم انتقلت إلى مقام الحجاز، ثم عدت مرة ثانية إلى البيات، وأنت يعني هناك شيء جميل في صوتك، لو أنك استثمرته بشكل جيد تماما لحلقت بنا أبعد مما نحن أو لأبعد مما وصلنا إليه. يعني كنت أتمنى أن تؤدي بثقة أكبر، وحقيقة لو أنك أديت بهذه الثقة لأبهرتنا. جميل. ربما يعني الحالة لكن الإمكانات تمام. يعني. لكن يعني ما شاء الله. بارك الله فيكم. الدكتور محمد. ما شاء الله الأخ الحبيب، يعني هنالك نقلة واضحة في أدائك. الحقيقة هنالك إتقان نسبي، وأنا أسميه إتقانا نسبيا في الحروف والصفات، لكن هنالك إشكال في القاف ومشكلة أخرى في حروف القلقلة، قطب جد، هي حروف قوية، وأنت عندك الحقيقة فيها ضعف، مثلا أبوابها، أبوابها، فيعني هذه كانت تحتاج منك إلى عناية. الوقوف عندك لم تكن منتظمة، قضايا متعلقة بالمد، أستغرب جدا حينما تقول مثلا نشاء ووصلت إلى 8-9 حركات، وكذلك الملائكة 7 حركات، ولما جئت لحافين المد اللازم الذي الأصل يكون 6 جئت بأربع حركات، الأصل أن تقول حافين، وكذلك الملائكة 4 حركات. هذه قضايا إن شاء الله لا تنقص من قدر القراءة، القراءة متميزة، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. يعني نعم. كما يقول صبحي، القفلة كانت ممتازة جدا، يعني متألق وهبط هبوط يعني سليم جدا. جميل. بثقة. يعني بثقة. بثقة. لذلك دكتور صبحي يعني ما شاء الله ترك كل الإيجابيات وركز إنه ركز. يعني لو أدى بطريقة كان فعلا كان شيئا رائعا، وأنت تلاوتك إن شاء الله تعالى أخي عبد الله رائعة ومباركة، وتستحق عليها هذه النسبة في العلامات. كانت نسبة العلامات التي حصلتها على النحو التالي، وأما علامتك النهائية والمجموع الذي حصلته فكانت 79.3%. مبارك لك هذه النتيجة، وأسأل الله عز وجل أن تكون معنا من المتأهلين. حياكم الله أخي يوسف. مرحبا بكم. الله أهلا وسهلا. شاركت معنا في الموسم الأول وشاركت معنا في الموسم الثاني، الجولة الأولى والآن الجولة الثانية. متوقع نعم. أنك تستمر للجولة اللي بعدها إن شاء الله تعالى؟ والله اللجنة أدرى، ما نحن فلا لا لا إحنا بدنا ثقة تكون موجودة إن شاء الله تعالى. الله يسهل. طيب على بركة الله، تفضل أخي يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. بارك الله فيك أخي يوسف. ونبدأ مع أحكام التجويد الدكتور محمد. أداؤك تحسن عن التصفية الأولى ويبدو أن القادم أحسن إن شاء الله تعالى. هنالك بعض الملاحظات العامة التي لا أريد أن أطيل على حضرتك فيها، لكن أريدك أن تنتبه لقضية زيادة المدود الطبيعية أحيانا، التحقيق لبعض الحروف يشربون، يعني على كل حال، لكن ما شاء الله يعني الأداء عموما أداء ممتاز، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك الشيخ علاء. لا اليوم يوسف يعني ملا يوسف سميت أنا ملا يوسف مل يعني ممتلئ أحكام و يعني فصاحته يعني الفصاحة جيدة جدا، والاسترسال كان يعني عندك شيء يوسف يعني القفلات يعني ما أعطيتها حقها يعني شوية صار، أما تنقلاتك كذا يعني بارك الله فيك جزاك الله خير، يعني تلاوة يعني جيد جدا اليوم أكثر من السنة الماضية ومن الدورة الأولى التصفية الأولى يعني. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. الدكتور صبحي. أخ يوسف بارك الله بك، يعني أنت تمتلك خامة صوتية جيدة جدا، صوت عريض، لكن كما قلت لك في المرحلة الأولى أطلق صوتك، يعني لا أدري يعني ربما يلاحظ المستمع أن هناك إطباق في الأسنان. نعم هذا يمنعك من إعطاء الحرية للصوت لتصل إلى الدرجة التي تريد. أنت تريد درجة لكنك حين تطبق فمك لا تستطيع الوصول لها بشكل جيد. هذه ملاحظة. ملاحظة الثانية، يعني أنت حاولت واجتهدت وبارك الله بك أن تؤدي الجواب والقرار، لكن حينما تنزل من الجواب إلى القرار ارجع إلى الجواب، لا ترجع من سكة من سكة تانية زي ما من طريق تاني، يعني ما تجيش من طريق تروح تراجع، ارجع إلى نفس الدرجة التي حتى تظهر هذه البراعة والحرفية العالية في الأداء الصوتي. جميل. ما شاء الله عليك. بارك الله فيك. بارك الله فيكم وبارك الله فيك أخي يوسف على هذه القراءة وهذه الملحوظات، حقيقة ملحوظات دقيقة نعم، لكنها تشير إلى حرفية عالية أيضا في القراءة. كانت نسبة العلامات التي حصلتها من خلال رأي اللجنة نسبة ممتازة إن شاء الله تعالى، وأما مجموع العلامة النهائية من 100 فكانت علامتك 85.5%، هذه علامة ممتازة ومميزة أيضا أخي يوسف. بارك الله فيك وأشكرك على قراءتك، ومع متسابقنا والمتنافس الأخير في حلقتنا لهذا اليوم أخونا حمزة الفار. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخي حمزة. حياكم الله. كانوا يطالبونك في الدورة الأولى بانفتاح صوتك، واليوم مستعد لهذا الشيء إن شاء الله، يعني تستعمل خامة صوتك جميعا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إذا كانت علامتك في المرحلة الأولى؟ 74. تفضل نستمع إلى تلاوتك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها
ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وقيل يا واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. بارك الله فيك. أحسن الله إليك أخي حمزة، وأنا أشاهد اللجنة وكأنهم يعطونا معايير حتى في أداء الصوت. بارك الله بك أخ حمزة، يعني أنت تمتلك خامة صوتية جيدة، تمتلك مساحة صوتية جيدة أيضا في القرارات والجوابات الصوتية، وأنا متأكد بأنك تمتلك ثقافة موسيقية عن الأداء الصوتي وعن المقامات الصوتية، لكنني أنصحك نصيحة هي أن تقرأ ولا تفكر، يعني حينما تقرأ لا تحسبها بشكل رياضي إلى أين ستنتقل إلى أي مقام، دع إحساسك الذي ثقفته بهذه الثقافة المقامية يوصلك إلى الدرجة التي تنتقل إليها. ونصيحة ثانية، لا تنتقل من مقام إلى مقام في نفس الآية، يعني أكمل الآية في نفس المقام ومن ثم تنتقل إلى مقام الثاني. بارك الله فيك الدكتور محمد. ما شاء الله تبارك الله. الحقيقة يعني من التلاوات التي يعني شدتني وجذبتني لعدة أسباب. السبب الأول بأن هنالك يعني صوتا كان يخرج من القلب ويدخل إلى قلوب المستمعين، ولو أن القلوب تتحرك يعني لابد أن تدمع العيون حقيقة، لأنه هذه التلاوة جدا حقيقة مؤثرة. السبب الثاني أن الموضع الذي يعني اختير لك موضع صعب وأنت متقن في مجريها اركم معنا، الموضع الحقيقة عند أهل القراءات وأنا متخصص في الموضوع وغيضة، هناك تركيبات لفظية ليست سهلة وأنت اجتزتها بكل يسر وسهولة وسلاسة، وهذا الحقيقة أنا عندي من الشهادة ممتازة الحقيقة. لكن مع هذا إذا أردت أن تكون مقرئ الأردن فلابد أن تنتبه لبعض القضايا المتعلقة بالمدود، المد الأخير زدته، يعني مراعاة المدود أرجو أن تكون يعني في حسبانك، ولكن ما شاء الله أداء متقن ومبارك. بارك الله فيكم. ومع خاتمة الملحوظات مع الشيخ علاء. اليوم حمزة أسمعنا شيء ما سامعين من قبل ما شاء الله،
وهذا النغمة الصبا يسميها الدكتور صبحي يعني قراها بصوت بجواب الجواب ودخل فد وسط يعني شارقاه خلينا نسميه ما نقول عجمي شارقاه وراحت من عندك وطلعت على الصبا مرة ثانية صحيح بس كنت يعني كنت موفق جدا بالأداء اليوم موفق فصاحة وتجويدا وبارك الله فيك ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله بارك الله فيكم جزاكم يعني الله خير شديتنا فعلا طبعا اسماء مقامات صوتيه واداءات صوتيه تتردد هنا نحن نعرف بعضها ونجهل بعضها الاخر وغيض الماء نعم لكن احنا نحس بجماليه الصوت في النتيجه يعني الذي نحس به كمستمعين هو جماليه الصوت اشكرك اخي حمزه على تلاوتك وعلى قراءتك ونسبه العلامات التي حصلتها اتوقع نتيجه ان شاء الله تعالى ممتازة هذه نسبة العلامات إن شاء الله عالية نسبة أو العلامة النهائية التي حصلتها من 100 كانت 84% نتيجة طيبة ومباركة إن شاء الله تعالى وهي من النسب العالية بالمناسبة اليوم عندنا 6 من المتسابقين ونسبة العلامات أيضا رغم دقتها وبالأعشار لكنها كانت نسب عالية جدا وهذه هي نتيجة المتسابقين معنا في حلقتنا لهذا اليوم حمزة محمد الفار 84% يوسف الغراغير 80.5% عبد الله يوسف عبد الرحمن 79.3% أحمد شوقي 75.7% محمد الشرفات 77.1% وخليل عليان 84% هؤلاء هم متسابقون في حلقتنا لهذا اليوم نحن في هذا الشهر الكريم الشهر الفضيل نتغنى ونتنغم بالقرآن الكريم ليس لمجرد فقط أن نستمع إليه وإنما ندرك أن هناك أجر وثواب نحصله حتى في متابعة مثل هذا البرنامج والاستماع لمثل هذه الأصوات كل الشكر والتقدير لكم أعزائنا المشاهدين على متابعتكم وكل الشكر والتقدير لكم أعضاء اللجنة الكريمة على هذه الملحوظات المفيدة والنافعة حقيقة والمتألقة أيضا بتألق قرائنا ومتسابقينا لهذا اليوم إلى الملتقى في حلقة الغد في أمان الله ورعايته أترككم السلام عليكم ورحمة الله عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي هذه أنوارها كلمات الذكر تهدي فاحتفي في لباب القلب شقت أحرف بمعانيها كما في الصحف حامل القرآن من آياته يقبس الفهم وخلق المصطفى خذ من القرآن فهما صافيا وتعرف منه ما لم تعرفي حمل القرآن بشراك فقد قلت في الدارين سهم شرفي عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي هذه أنوارها كلمات الذكر